ما نكذبش عليكم في اللحظات الصعيبه في الماتش قاعد نمشي نعمل دوره باش نبدل الجو تلمون لعبت عصاب. هو ويعطيها الصحه الثبات نتاعها وما شاء الله ما شاء الله عليكم بصراحه. This is a complete pleasure. Ladies and gentlemen, let's bring up your champion, أنس جابور. وك الكورة، وك الكورة اللي ماركتها في في البروميسيت وقت اللي رجعت سانك, سانك. ما لا كورة بصراحه بزائد بصراحه في سبيكتاكل ما فماش كيف قص ديجا انا قلت لكم قبل فما كورة متاع ماركتها أنس جابر في ماتش اللي فات قلت لكم هذيك باش تجي كره الشهر <applause> هاي طيحت عليها الكره هذه ذايب بصراحه كره غير عاديه بالكل عمري ما ريت عمري ما ريت كره كيفك يعني باش نحط لكم تصويرتها فريمون غير عاديه هالكره هذه أنس بطلت شارلستون راهو الإنجاز اللي عملته أنس بصراحة راهو ماهوش سهل ماهوش سهل بالكل ما نقولوش غير عادي هم مش سهل بالكل المرأة عاملة عملية من بعد وموال تالي الصعوبات اللي لقاتها في لي تيران دور وتتذكروا قلت لكم قبل وقت اللي دوب ما رجعت الكومبيتيسيون وتو نوري لكم السيكونس اللي حكيت فيها وقتها قلت لكم راهي اونز جابر ماهيش باش ترجع في لا في فيفري ولا في مارس اما يلزمها تلعب ماتشات هذوكم ويلزمها تخسر الماتشات هذوكم باش يرجع لها الاحساس بالمنافسه واستناوها في شهر ابريل برشا وقتها علقوا وكتبولي لي من تعليق نتاعها ثم جماعه قال لي اونز جابر سيفيني عليه. وثو جماعه اخرين قال لي توا ترجع في انديان ويلز وفي ميامي راهي مراه عامله عمليه وراجعه من عمليه ومن اصابه في الركبه وقبلها إصابه في الظهر، راهو مستحيل باش ترجع لأول نيفو ديريكتومون يلزمها وقت بور سادابتي، وزيد على هذا، لي تيران دور ما همش التيرانات نتاعها، التيرانات نتاعها هما أولاً الباتو، ثانياً المعشب، وذاك علاش قلت لكم وقتها راهي باش ترجع في شهر أفريل، واستنوا أونس جابر، إل سورا بايرمي لي جواز دو سيركوي. المهم ربحت، المهم ربحت. اليوم. مانيش باش نعمل فيديو مطول كيما مستانس ومانيش باش نحلل الماتش ومانيش باش نحكي على برشا تفاصيل اما نوعدكم ما بين غدوة وبعد غدوة ان شاء الله باش نعمل لكم تقرير كامل نو سولمون على الماتش هذايا نتاع الفينال على التورنوا كامل وعلى جميع التفاصيل اللي ربما غابت على برشا منكم نحب تقرير يكون في المستوى هذاك علاش ما نحبش نعمله على عجل جست اليوم باش نحكيو فقط مانيش باش ندخل في التفاصيل تو نحط شويه تصاور شويه لقطات اما التفاصيل تو نشوفوها في التقرير حطوا الكلوج نوتيفيكاسيون باش اول ما نهبطوا الفيديو الجاي في به نوعدكم وان باش يكون تقرير احترافي باتم معنى الكلمه وان شاء الله هنوري لكم جميع التفاصيل من صغيرها لكبيرها خصوصا على الماتش هذايا نتاع الفينال بارشا تفاصيل بارشا لقطات صغيره ربما تعداو ان ابيرسو على برشا عباد تنوريها لكم وباش وتو... تراو قيمة أونس جابر نون سولمون دو بوان دو في سبورتيف أونس جابر بصراحة تمثل قيمة كبيرة إنسانية وباش تعرفوا قداشها محبوبة الاترانجي هاولا ولا باش نوريكم جست اللقطة هذه لقطة هذايا واحد من المنظمين متاع التورنوا كيفاش طلب منها باش يعمل معها سيلفي باش تفهموا قداشها محبوبة الاترانجي اللي برشا في تونس ولا اللي عاملين رواحهم يشجعوا فيها يبداوا يستناوا في اي هزيمه لها باش يبداو في النقد اللي ما عنده حتى معنى اون توكا ميل برافو مره اخرى نقولوا آه أنس جابر خلينا اليوم نستمتعوا بالانتصار نتاعها هاني باش نحط لكم بعض اللقطات والصور نتاعها مع التيتر نتاعها ثم عملت هي انترفيو في اخر الماتش بالطبيعه مو عملت انترفيو بعد الماتش على قناه تينيس تيفي انا سجلتهم دون تولي كا وتنحطهم لكم ان شاء الله في التقرير اللي وعدتكم به بالطبيعه نترجم للعربي وجيست في الاخر نحب نقول لكم على لقطه هي حكيت عليها قلت لي سالوها امبارح بعد ما ربحت الماتش نتاعها ضد كازات قالولها قالوا لها فيك الانترفال نتاع الريبتور ما بين ما قبل التوقف وما بعد التوقف شنو قعدت تعمل؟ هي لندرا معناتها استغليت الوقت للاسترخاء والا قعدت ترينا ولا اش قعدت تعمل بالضبط؟ قلت لهم قعدت نلعب في الكارت. قال لها مع شكون؟ يخسروها تفدلك هي. قلت لهم لا راني مانيش نفدلك. قعدت فعلا نلعب في الكارتة مع بيليندا بنشيتش خاطر صاحبتها برشا راهي بيليندا بنشيتش. قالوا لها ربحاتك بيليندا بنشيتش؟ قلت لهم لا. اما راهو لعب معنا واحد اخر اللي هو رجل بيليندا بنشيتش. لعبوا الثلاثة مع بعضهم تريح كارتة. وبنشيتش ما ربحت حتى طرح هي ربحت طرح وراجل بيليندا ربح ربح طرحين وهي وبيليندا ما ربحت حتى طرح ديجا انا تو قاعد نسجل قاعد نشوف جماعة اللي في دال متاع الشام يبعثوا لي يستناو في الفيديو الخاص ب... بالتتويج بصراحة ليلة جون با فير لو كرونيك دو ماتش جو سوي ما نجمش بصراحة ما نجمش ندخل في التحاليل والحكايات هذيكا كما قلت لكم في العقل غدوه ان شاء الله نوعدكم تقرير مضروب بالسفود فيه كل شيء كل شيء يعني جميع اللي قاعدين يبعثوا لي تو في الكومنتار قول لهم اصبروا شويه غدوه بحول الله حتى كان لقيت تقرير باش يكون طويل ياسر تو على دو فيديو على زوز اجزاء واما نوعدكم تفاصيل الكل اللقطات الكل تعليقات الملاحظات الكل نجيبها لكم ابارتير من غدوه فيه البركه توا كنت معاكم مولاد بالحاج من تونس نشكركم على حسن المتابعة ونعاود نذكر ما تنساوش حطوا الكلاش دو نوتيفيكاسيون حتى تفتنوا به الفيديو إن شاء الله غدوة في الليل نهبت لكم الفيديو تقعدوا براحتكم تتفرجوا وتشيخوا على أنس جابر وكل اللي عملته في الماتش وفي صباح سبحان خير.